أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ونبدأ مع أبرز العناوين. أقرأ في موقع الهيانات، فرع الهيئة في الحويجة يقدم الدعم الإنساني للعائلات النازحة ضمن خطته في شهر رمضان الكريم. وفي المدى نطالع، لجنة تقصي الحقائق مكتب المفوضية في الأردن يحاول التخلص من استمارات متلاعب بها. وفي كتابات نقرأ، سعي إيران لتعزيز نفوذها يلقي مقاومة في العراق وسوريا يلقى بالأحرى. وفي الجزيرة نت نقرأ، شرطة روسية تعتقل جنود الأسد بسبب التعفيش. ونطالع في العرب الجديد، بعد انتهاء معارك جنوب دمشق مقاتلو ميليشيا الدفاع الوطني قلقون على مصيره. ونقرأ في القدس العربي، ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيبي الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، تململ الشارع يتمدد في إيران والإضرابات من طهران إلى أصفهان. أهلا بكم. حكومة أبوية كالتي يدعو إليها زعيم التحالف الفائز تتطلب أولا إلغاء آثار الاحتلال ليكون بيت العراق آمنا لكل أبنائه، فما أكثر أبناء العراق خارج أبوة الوطن. عمليات استخراج الجثث من تحت أنقاض مدينة الموصل القديمة بقرار استذكره رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد مدة طويلة من انتهاء العمليات العسكرية، استذكار يثير الأسئلة التي تتجمع كالذباب على العملية السياسية ومهازل الانتخابات ودور قادة الأحزاب والكتل خلال 15 سنة من الاحتلال البغيض تم فيها تحويل العراق إلى بركة آسنة تسكم الأنوف بنتانة أفعال ونجاسة أمراض السلطة وخبث عقلها. هذا ما كتبه حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية وهو يتحدث عن حكومة الأحزاب الجديدة. ما يزيد الضغط على الجروح أن النصر كان له مقابل انتخابي، والفتح الميليشياوي له مقابل انتخابي أيضا، والقوى الكبرى عززت في إعلامها الثناء على ما بذلته قواتها من دعم للقضاء على الإرهاب دون أن تقدم قتيلاً واحداً في المعارك، مقابل آلاف القتلى في صفوف المقاتلين العراقيين والمدنيين في معركة تداخلت فيها النيات الدولية والإقليمية والمحلية لصناعة أبطال فوق أكوام من الجماجم، استثمرت في مزاد الاستئثار بالسلطة لتشكيل تحالف الكتلة الأكبر للانطلاق بالبرلمان والحكومة نحو سنوات عجاف أخرى من حياة العراقيين. النظام الإيراني عبر عن علاقته الطيبة برئيس تحالف سائرون وعدم ممانعته انتخاب أي رئيس وزراء للحكومة القادمة. لن تفسر هذه التصريحات إلا على ضوء أسلوب النظام وسلوكه طيلة 40 سنة من باطنيته في تصفية حساباته واستباقه لإعداد مسارح جرائمه وإفراغها من الأدلة بخلق مساحات من الفوضى والإرباك وتشظي الاتهامات أشد الطائفيين طائفية من السياسيين المجربين على مدى سنوات الاحتلال، وهم كثر لا يقفون ولو لحظة ليتأملوا ما ارتكبوه من جرائم. إذنهم يصفون العمل السياسي في العراق بالمعيب. زعماء الأحزاب لم ولن يتغيروا بالانتخابات، التغيير حصل في ركاب الدرجة الثانية والثالثة وإضافات في مفردات المشاريع إن كانت عربية أو وطنية، وهؤلاء زعماء ليست لديهم الشجاعة ليكونوا قادة دولة بكل معنى الكلمة ولا القدرة على امتلاك أخلاق الفرصة ليعيدوا النظر بأشرطة ما أنزلوه من كارثة بالعراق. فسلطة لهم عبارة وعن يعني مسرحية، والسلطة تؤمن لهم حماية تبقيهم خارج المحاسبة بحكم الحصانة والتأثير والمنصب وحجم الأتباع، وهي تكليف بأداء المهمات المرسوبة لهم. أكيد عند بعضهم لم تكتمل المهمة حتى الآن، يشمل ذلك كل عملاء الاحتلالين الأمريكي والإيراني.
من سياسيي الخارج والداخل المشاركين بالعملية اللعينة، فمنهم من كان مراقباً أو شاهد زور أو راقصاً على الحبال، إن كان من الأحزاب الطائفية أو العلمانية حتى، فالكل يدرك جيداً الآن أن التحشيد الطائفي والتهميش المتعمد أديا إلى حرب أهلية زج فيها بالإرهاب كعنصر بديل للمواجهات المباشرة بحسب الكاتب. ترسم الاحتجاجات والاعتصامات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في محافظة كركوك والتي دخلت أسبوعها الثالث بالأحرى ملامح خطيرة لجر المحافظة إلى مربع الصراعات القومية، خصوصا مع تصاعد حدة الرفض لنتائج الانتخابات في المحافظة والتي فازت فيها الأحزاب الكردية، بينما ينتظر الرافضون العرب والتركمان نتائج الشكاوى والطعون التي قدموها إلى السلطة القضائية. ووسط هذه الأجواء الملبدة بالغيوم، يحذر مسؤولون من انهيار السلم الأمني في المحافظة التي باتت تحتاج إلى تدخل حكومي بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة الملا. وقال مسؤول في مجلس محافظة كركوك العربي الجديد أن الوضع الأمني في كركوك غير مستقر، إذ أن المحافظة تغلي بسبب التحشيد الشعبي من قبل بعض الجهات السياسية، خصوصا تحالف الفتح ممثل ميليشيات الحشد الشعبي، والذي يحرض أتباعه على استمرار الاحتجاجات ورفض نتائج الانتخابات الحالية بشكل قاطع. وأوضح أن ميليشيات الحشد والجهات الأمنية في كركوك تمنع نقل صناديق الاقتراع من المحافظة، مطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي، مشيرا إلى أن تلك الجهات تنتظر نتائج الطاعون التي قدمها إلى القضاء، ووفقا للقرار المرتقب ستكون تحركاتها، وحذر من خطورة الموقف، خصوصا أن أي تحرك سيكون مبنيا على أساس قومي، ما يعني عودة صراع المكونات إلى المحافظة من جديد، مشيرا إلى أن الوضع العام سياسيا وأمنيا يتطلب تدخلا من قبل الحكومة، وأن تسيطر على الوضع ولا تترك المجال للجهات السياسية بأن تجر المحافظة إلى المجهول. وتضيف الصحيفة أن أحزابا وجهات عربية وتركمانية في المحافظة قدموا طعونا وشكاوى بنتائج الانتخابات، محذرة من انهيار السلم الأمني في المحافظة في حال لم يتخذ أي قرار قضائي يكشف عن التزوير في نتائج انتخاباتها. التاريخ يكتب 15 عام والكهرباء خربان، بهذا العنوان استهل الكاتب علي محمد الجيزاني مقالته في موقع كتابات. فعار على الحكومات السابقة 15 عاما مضت يحكمون العراق ولم يبذلوا أي جهد لتصليح الكهرباء، جاء الوزير وهرب الوزير واستبدل الوزير من خلال المحاصصات، ولم تحل أزمة الكهرباء لحد الآن. لكن لمن نحاسب ولمن نشكو من الحر الذي بدأ باكرا قبل فصل الصيف؟ تعبنا من الكتابة والنقد والمظاهرات وقطع الشوارع وبحت أصواتنا، ولكن لم نلمس أذنا صاغية لمطالب المواطنين من الحكومات الديمقراطية الحرامية، ورئيس الوزراء لم يحاسبهم لا القديم ولا الجديد، محاصص فرهود. يقول الدكتور همام حمودي بعد أن فشل بالانتخابات الجديدة: إن العلمانيين أرادوا تنحية وفشل رجال الدين بالانتخابات الجديدة وإزاحتهم من السلطة. طيب، أشياء بسيطة أنتم فشلتم بها يا دكتور، لا الكهرباء أنتم قمتم بتصليحها، ولا أزمة السكن تمت معالجتها، ولا توظيف الشباب الخريجين وغير الخريجين تم تعيينهم. إذن ماذا قدمتم للشعب العراقي غير قوانين تقاعدية بالجملة للهاربين من العراق، بينما ظلمتم المتقاعدين القدماء؟ 400,000 دينار تقاعد قديم وتقاعد جديد لا تكفي للعلاج، والمستشفيات العراقية لا فيها علاج ولا شفاء، لأن العلاج مسروق للصيدليات الأهلية. ويضيف الكاتب: لقد فشلتم في حل مشاكل البلد المهمة، مثلا الكهرباء والتبليط والمجاري والسكن والوظائف للشباب العاطلة، سواء الخريجين أو الذين لا يمتلكون أي شهادات.
لا أدري هل هي عملية مقصودة أم لا. ازدياد ساعات القطع التيار الكهربائي في بغداد والمحافظات في شهر رمضان المبارك، وهذه ليست السنة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر. ففي كل رمضان تزداد ساعات قطع التيار الكهربائي لتتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى بغداد إلى 40 درجة مئوية، وتجاوزت هذا الرقم في محافظات الجنوب. مع العلم أن وضع الكهرباء كان جيدا قبل شهر رمضان، فما الذي حدث يا ترى؟ وما الذي حدث يا وزارة الكهرباء كما يتساءل الكاتب، ويا حكومتنا الموقرة حتى يتحمل المواطنون وزر انقطاع التيار الكهربائي ووزر ارتفاع درجات الحرارة ووزر ارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في آن واحد؟ هكذا يتساءل الكاتب سامي الزبيدي في مقال بصحيفة الزمان العراقية. وإلى متى يبقى هذا المواطن المسكين يتحمل؟ إنه فقد القدرة على التحمل، ففي حين كان المواطنون يمنون أنفسهم من حكومتنا وأحزابها الإسلامية كما يدعون بعدم انقطاع التيار الكهربائي وبصرف الحصة الشهرية الكاملة من مفردات البطاقة التموينية فقط في هذا الشهر على الأقل، بل وكانوا يمنون أنفسهم بأن تصرف حكومتنا حصة إضافية كاملة وعليها زيادة من مواد غذائية أخرى كالبيض والدجاج والعدس، وكما تفعل العديد من الدول الإسلامية في هذا الشهر الكريم، حيث تصرف بعضها إعانات مالية لمواطنيها وبعضها تصرف مواد غذائية للفقراء للتخفيف عن كاهلهم. وانظروا إلى ما تقدم الدول الغربية للمسلمين في هذا الشهر، فماذا قدمت حكومتنا وأحزابها الإسلامية للمواطنين في هذا الشهر الفضيل؟ 5 كيلوغرام طحين صفر كما ادعت ولم تستلم. فماذا تفعل بها العائلة الفقيرة؟ ماذا تصنع بها؟ كعكة عيد ميلاد. والمشكلة أن أحد المعممين يصرح قائلا إن الأحزاب الإسلامية الحاكمة في العراق في خطر، ونقول له نعم إنها في خطر، لأن الشعب العراقي أدرك أن الأحزاب الإسلامية هي من أشاعت الفساد وسرقت أموال العباد. ويضيف الكاتب فيا من تدعون أنكم إسلاميون، خافوا على العراق الذي كاد يضيع بسببكم، وخافوا على شعبه الذي ظلمتموه أفقرتموه وقتلتموه، وخافوا من انتشار المخدرات والعصابات والميليشيات وفقدان الأمن والأمان، وخافوا من انحدار التعليم وانتشار الجهل والأمية، وخافوا أيضا من انعدام أبسط الخدمات للشعب، خافوا من عدم تأمين الحياة الحرة الكريمة لهذا الشعب المسكين بالاستفادة من أموال العراق الكبيرة وثرواته الطائلة التي أصبحت نهبا لكم ولأحزابكم وعوائلكم ومقربيكم. حسبناها بشارة تأتي متأخرة جدا جدا من أمانة بغداد، وبالطبع فإن يأتي الشيء متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا، فاستبشرنا ليتبين أن الأمر بقضه وقضيضه ليس سوى أكذوبة أخرى تعودنا على مثيلاتها من سائر مؤسسات الدولة. هكذا وصف الكاتب عدنان حسين قرار أمانة بغداد المتعلق بتنظيم أصحاب مرائب ووقوف السيارات في بغداد. الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الاثنين الماضي استنادا إلى بيان رسمي من الأمانة أفاد أن دوائر البلدية في أمانة بغداد ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب مرائب وقوف السيارات الذين يتقاضون مبالغ من المواطنين أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة، وأن هذه الإجراءات تشمل غلق المرآب المخالف، وأن دوائر البلدية تعمل على تدقيق عمل الساحات المرخصة وإلزام أصحابها بالأسعار المحددة لضمان عدم استيفاء أي مبالغ إضافية ومتابعة المخالفين ومحاسبتهم. البيان لم يشر إلى التسعيرة الرسمية المحددة. السؤال: إذا كان المرآب المجاور للأمانة بهذه الدرجة من تحديها وعدم الخوف منها ومن وعيدها، كيف هي الحال إذن مع المرائب الأخرى وبخاصة البعيدة تماما عن أعين الأمانة ورجال بلديتها؟ وفي الأساس هل ثمة من يخاف الأمانة ويخشى تهديداتها؟ اسألوا المتجاوزين على الأرصفة والشوارع والساحات والحدائق العامة وحتى أملاك الأمانة. يضيف الكاتب لو كانت أمانة بغداد جادة في تطبيق ما جاء في بيانها لألزمت أصحاب المرائب بوضع لوحات
بارزة مكتوبة عليها الأسعار بحسب الساعات، وبتحديد ساعة الدخول إلى المرآب وساعة الخروج منها، كما هو جاري ليس فقط في البلدان المتقدمة وإنما أيضا حتى في الصومال والسودان وربما بوركينا فاسو كذلك. نحو الأراضي المحتلة، 70 عاما، ليست 7 عقود زمنية وحسب، بل 70 عاما من الدم الفلسطيني، من النزف الشعبي، من الصراع التاريخي، من النزاع الوجودي، من الألم والحزن، من الكفاح والصبر، من الصمود والمواجهة، كلها تستعيد تلك الأيام وما رسمته من مسيرة تغريبة الفلسطينية، مأساة شعب ومحنة أمة. ليست 70 عاما هي ذكرى وحسب، وليست ذكرى القضية وحسب من بداية الجرح. أوامر إلى ما نعيش اليوم من ظلم، يعني وصلنا إلى هذا اليوم من ظلم ذوي القربى. صفحات التاريخ نقلت أسطرا عن التآمر الغربي وعن المخطط الاستعماري الإمبريالي وعن قاعدة استراتيجية تستوطن وتمزق الوطن العربي بحسب ما كتب كاظم الموسوي في صحيفة الوطن العماني. هذا العام لم تكتفي دول الاستعمار في تكريس الكيان وتسمين القاعدة العسكرية، بل أرادت أن تزيد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعترافه بأنها عاصمة الكيان الإسرائيلي، خلافا للقانون الدولي والمواثيق المتفق عليها، وتجاوزا لتاريخ الدم الفلسطيني، وإنكارا لتضحيات حركة التحرر الوطني الفلسطينية من أجل حقوق الشعب العادلة في الحرية والاستقلال والعودة إلى الديار ورفض التصفية والوعود الجديدة بعد فضائح وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو. اختار الرئيس الأمريكي ذكرى يوم النكبة موعدا لتنفيذ قراره، واختار الذكرى 70 لها، وهو يعد بصفقة سميث بصفعة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات لاستمرار الهيمنة الإمبريالية وأدواتها ومن يتخادم معها في المنطقة العربية وخارجها. لم يكن الإعلان ولا الاحتفال هو الموضوع، ولا الصفقة وما فيها وما تطلبه وتسعى إليه، ولا بل السؤال المشرئب الذي لا يراد سماعه، لأنه يسأل وينطق بأن الحق لا يتقادم وأن المطالب لا تنتهي، كما أن السباب المرفوع لطفل رضيع أو طالبة مدرسة أولية تؤكد جيلا بعد جيل إشارة صمود وتضحية وإيمان بالوطن والعدالة وحروف فلسطين من الفاء إلى النون. الكاتب يضيف: لماذا لا تقاطع النقابات والاتحادات الشركات والمؤسسات الأمريكية؟ لماذا لا تعلن الأحزاب والنقابات العمال مثلا إضراب تضامن مع الشهداء الفلسطينيين والامتناع عن تقديم أي خدمات لكل ما هو أمريكي في المطارات والموانئ والحدود وأسئلة أخرى كثيرة؟ سيظل الدم الفلسطيني ثقيلا على أيدي كل من وقف علنا أو سرا مع المجزرة، مع الاحتلال، مع القتلة والمجرمين الذين لا يمكن أن يفلتوا أو يأمنوا من العقاب القانوني والأخلاقي. بعيدا كل البعد عن السياسة، بدأ مجموعة من العلماء الأمريكيين العمل على تطوير تكنولوجيا جديدة لمكافحة الأمراض تقوم على استخدام الروبوت في المجال الطبي، وهي التكنولوجيا التي قد يشكل نجاحها ثورة حقيقية في عالم الطب وعلاج الأمراض البشرية. ومن المفترض أن يتوصل العلماء إلى استخدام الروبوت في عمليات زراعة الأعضاء الصغيرة وإنتاج الخلايا البشرية، وذلك بدقة وكفاءة عالية حسب ما ذكرت جريدة دايلي ميل البريطانية في تقريرها. وطور الباحثون، حيث ذكرت الصحيفة، طور الباحثون نظاما لأتمتة إنتاج الأعضاء من الخلايا الجذعية البشرية، كما يصف الكاتب، باستخدام روبوتات معالجة بالسوائل، وهي على عكس البشر لا تتعب أو تخطئ. وظهر فريق البحث كيف يمكن للنظام أن يدخل بنجاح الخلايا الجذعية إلى أطباق لزراعة آلاف الكلى المصغرة في أقل من شهر. ونقلت صحيفة أيضا عن بنجامين فريدمان، وهو عالم في كلية الطب في جامعة واشنطن، قوله: إن هذا سلاح سري جديد في كفاحنا ضد المرض.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.